بعد شوط أول حذر من الفريقين، تعادل سلبي بين الأهلي وبيراميدز بدون أهداف. كابتن شريف، ماتش مقفول من الفرقتين والفرص تكاد لا تذكر. يعني في محاولات كتير قوي، وخاصة من النادي الأهلي الحقيقة في ضغط، وفي أنا شايف روح كبيرة قوي النهاردة من النادي الأهلي، وسرعات في الملعب، واللعيب ما فيش لعيب الحقيقة بيدخر أي جهد. النهاردة بنشوف تغيير محمد هاني ببيكهام، وبيكهام النهارده الحقيقه ظاهر القعده بره واللعب والاختلاط خلاص فك. يعني النهارده في نضج كبير جدا، عامل جبهه كويسه قوي اذا كان دفاعيا او هجوميا. حسين شحات بيتحرك في كل حته، مجدي قفشه بيحاول يعمل التمريرات الصحيحه، طاهر محمد طاهر الحقيقه عامل حاله ارباك، علي معلول ما زال تحت ضغط من زي ما قلنا ان بيراميدز هتحاول تقفل الناحيه الثانيه. وزي ما انا قلت لك الضغط العصبي والنفسي بيأثر على اللعيبه، وخاصه لعيبة بيراميدز أعمارهم السنية كبيرة أوي، مش هيستحملوا كل ده. فإحنا جالنا محمد هاني شد، وأحمد فتحي جاله شد، فهنشوف الحقيقة فرقتين كبار جدا بيحاولوا يقتنصوا الثلاث نقاط اللي هي اللدغة اللي إحنا بنتكلم عليها في لغة الكورة. يعني بالتوفيق كله للنادي الأهلي إن شاء الله في الشوط الثاني بإذن الله رب العالمين. كابتن علاء، تقييمك لأداء الفريقين من الناحية الفنية الشوط الأول؟ الشوط ممل، حذر، فقير فنيا. شوط 47 48 دقيقة فيه فرصتين، فرصة الشوطة حتى لحسين شحات مش فرصة، وفرصة رمضان اللي هي طبعا كان فيها تمركز خاطئ جدا ويحسب لأحمد رمضان سرعة ارتداد، لأن أحمد لو ما عندوش السرعة دي ورمضان هو اللي كان سابق أعتقد تبقى مشكلة. لكن واضح من بداية المباراة أيمن في حاجة، العنوان شوط حذر قوي، الفرقتين عاملين لبعض حساب زيادة عن اللزوم لدرجة إن مفيش حد بيحاول يعمل حاجه مش طبيعيه في الكوره، كله لعب متشاف، كله لعب على القد، مفيش حاجه مفاجاه. المباريات دي ايمن عشان تكسبها لازم تعمل حاجه مفاجاه، حاجه مش متوقعه، انما الفرقتين اللعب متوقع من الاثنين. على فكره بتكلم على الفرقه على الاثنين. النادي الاهلي دايما هو اللي بيحاول يتقدم لقدام، لكن في 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 مشكله في نص الملعب، ضغطك في نص الملعب خصوصا الكره الثانيه انت مش عارف تستحوذ عليها، عشان كده لعيبه بيراميدز لما بينقلوا كره بياخدوا وقت في الهجمه كتير قوي، هي مش خطر. يعني لو نسبة التمرير اللي هو الخط الخلفي كتير قوي، لكن هو مش عايز اكتر من كده، هو عايز دايما مستحوذ حتى لو سلبي. صح. ما يهموش ان هو يلعب لقدام، عايز الكرة معاه. ضغطك الهجوم اللي انت متميز بيه ونص الملعب نوعا ما مش هو. اعتقد مستر موسيماني هيتكلم في النقطة دي، هو متعود في الشوط الثاني بيعمل زي زقة كده الفريق ان هو تضغط من قدام، خصوصا نص الملعب لازم الكرة الثانية تستحوذ عليها بسرعة. صحيح. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنسمع رؤية كابتن أسامة عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن على أداء النادي الأهلي في الشوط الأول. أرجوكم انتظرونا. كابتن أسامة، الشوط الأول شفنا الفريقين كأنهم يعني عندهم حرص شوية، ما عندهمش حتة الجرأة في الهجوم وفتح اللعب، يعني بعكس اللي احنا كنا متوقعينه الشوط قبل المباراه لما قلنا الفريقين هيلعبوا لعب مفتوح. لا مش تماما، احنا قلنا هيبقى الفرص قليله وهيبقى في حذر برضو، يعني قلنا في هجوم بس هيبقى في حذر لان فرقتين كبار بيلعبوا بعض، فرقتين بس الهجوم على استحياء. طبعا هجوم على استحياء خالص، يعني هجوم قليل، الاندفاع الهجومي قليل، في حرص شويه في نص الملعب وفي الوقفه من الرباعي الخلفي. يمكن بالنسبه للنادي الاهلي التقدم اكتر من علي معلول، يعني طبعا ظروفه جاله شد ربنا يشفيه ونزل بيكهام. الناحيه الثانيه برضو ناحيه الشمال اللي فيها طارق طه ورمضان هي اللي متحركه اكتر في الناحيه الهجوميه، يعني الجبهه اليمين بتاعتهم فيها احمد فتحي متحفظ شويه في الوقفه، وبعدين هم بيعملوا حاجه بيهربوا عبد الله سعيد في ناحيه اليمين النهارده. يعني بيدخلوا ايريك تراوري لجوه، ولذلك احنا ساعات بنلاقي في الصوره ايريك جنب رمضان وجنب انطوي، عبد الله هو اللي مايل مع رمضان عشان هم متوقعين ان عبد الله ممكن يبقى مقفول عليه في قلب الملعب، فبيحاولوا يبعدوه شويه دقيقتين ثلاثه بعد كده يخش للعمق ثاني. فعشان كده مفيش سرعات في الجبهه اليمين دي، لكن الناحيه الثانيه هي اللي شغاله اكتر. برده نفس الشيء عند معلول وطاهر، عامل طاهر عامل جهد كبير، بس طبعا يعني حماسي ومندفع. حسين النهارده حاول وشاط واحده كويسه، لكن الهجوم قليل، وتحس الخطوره لما بيبقى فيها هجمه مرتده سريعه، يعني في واحده
اتعملت اتقطعت وعلي راحت لعلي معلول نقلها حلو جدا في الزحمه لقفشه بس عدته على ال 18 كانت ممكن تبقى فيها فرصه لو قفشه استلمها كويس كانت ممكن تبقى فرصه هدف وتسديده حسين. في المقابل هم الهجمه المرتده لرمضان اللي هو رقص فيها وادها لانطوي رجعت وراه فهو الهجوم حذر لكن انا اتوقع الشوط الثاني لو حد فيهم لاي ظرف في ضربه ثابته في تسديده جاب جون الملعب هيبتدي يتفتح اكتر يعني. كابتن عادل توقعاتك للشوط الثاني وهل هنشوف تغييرات مبكره ومين اللي ينزل يصنع الفرق مع الاهلي؟ طب خليني بس اقول لك نبذه عن المباراه الشوط الاولاني. عاوز تعرف المباراه كانت رايحه منين؟ من الشد العصبي والشد اللي كان بيجي للعيبه. اتنين لعيبه يطلعوا بخلفيه مش معناها ان في شد كبير، شد عصبي كبير في الملعب، الباص غلط، التحرك بتاع اللعيبه اشوف ان هو ما كله بيبقى تحت الكره بس خوفا، ما فيش جراءه ان بتاخد ريسك انك بتلعب اللعب. لكن علشان انت تغير الاداء بتاعك، انا اتكلم عن النادي الاهلي الاول وبعدين على بيراميدز، عشان تغير ادائك لازم تضغط على بيراميدز من قدام، دي رقم واحد. رقم اتنين حته عبد الله السعيد ميلانه ناحيه اليمين دي حاجه ساعداني قوي يعني، ودي الافضل لانه عبد الله السعيد ما عندوش سرعات لانه بيجري، لكن عنده الحته لو بقى تحت المهاجم. حمدي فتحي من افضل اللعيبه في النادي الاهلي الشوط الاولاني جهدا وجريا وقطع للكره، انت محتاج ديانج علشان ياخد لك الكره ويروح الناحيه الثانيه، دي رقم واحد علشان تعمل الحته. ديانج ينزل على حساب مين؟ السولية؟ يعني على حساب ايهما، حمدي فتحي او السولية، ولكن حمدي فتحي افتكر ان هو افضل النهارده بيتحرك اكتر وبيجري كتير. لكن الحته الثانيه المهمه انت لازم تشوف لك الحل في الحته الهجوميه، اشوف ان كهربا ممكن ينزل هيعمل لك مع طاهر محمد طاهر كهربا وطاهر محمد طاهر يمكن هيعملوا لك كثافه هجوميه اكتر. وبواليا النهارده هيبقى كلمه السر لو لعب باذن الله ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في الشوط الثاني ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه الشوط الثاني، ارجوكم انتظرونا.